السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في سلطنة عمان منذ شهر يناير، وهنا تحديدا في مزنة. نحن نتحدث الحلقة هذه عن البروتوكولات العالمية للعلاجات البشرية. لماذا أردنا نخصص الحلقة بهذا العنوان؟ في بداية كنا شبه نتعصب وإحنا نواصل هذا المصير ما يتعلق بطب الحقبة، في معروف عموما بالعلاج بالمساخن، لكن فيما بعد بدأنا نتفاهم هذا الجانب، وبذلك أردنا نخصص هذه الحلقة بهذا العنوان: البروتوكولات العالمية للعلاجات البشرية. عندما في قبل تقريبا بضع سنوات قابلنا أعلى مسؤول في وزارة تختص بالصحة، وعندما قابلنا هذا المسؤول قال: يا فارس، لا تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أصدرت توجيهاتي لطرف بالمرتبة الوظيفية الأدنى اللي هو التالي، يعني المرتبة التالية التي تليه يعني، وستكون برئاسته تحت إشرافه وبفريق متكامل. طبعا فريق معناه أنه بيكون فريق من الأطباء والباحثين وما شابه ذلك، فريقي كمان، فلدينا المستشفيات وعندنا أبرز مستشفيات وعندنا المرضى وعندنا الأجهزة الطبية كاملة لمعملية مختبرية للفحصات وما شابه ذلك، فحصات طبية كل موجود يعني. إذن أقابل ذلك المسؤول، وفعلا نعم عندما قابلنا المسؤول لم يقصر، استقبلنا استقبال ترحيب واسع وحاول يفهم مبادراتنا، فأفدنا بأن نحن جهة خدمية وليست جهة بحثية، فنحن مستعدين، نحن على استعداد باستخدام بروتوكولك بحيث أن تجلب لنا موافقة منظمة الصحة العالمية. في بداية أنا حقيقة لم أعجب بذلك، فانفعلت وليس أمامي طبعا، لكن عندما خرجت من مكتبي كنت كثير يعني متعصب نفسيا، متقلب، متعكر المزاج، أقول ليش كذا، لوش كذا، ليش كذا، ولماذا كذا وكذا. لا 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 لا، لذلك بدأت أخرج من الدائرة المغلقة إلى الدرجة الخارجية، بدلا من الاتهامات وكذا وما يسوي كذا وما يريد يسوي كذا. لا 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 لا، في مثل الإنجليزي يقول: Do not be part of the problem, be part of the solution. لا تكن جزءا من المشكلة، بل كن جزءا من الحلول. لذلك تجد الشخصيات البارزة سواء في العلم أو في السياسة أو في أي مجال تجدونهم إيجابيين أكثر من يكون إيش سلبيين. إذا تريد تحقق النجاح فعليك تكون إيجابي مع نفسك أول شيء، ومن ثم مع كل مجتمع محاط بك، أي شخص تقابله إن كان في شأن تقديم خدمة أو طلب خدمة لابد تكون إيجابية، بحيث ولا ما أمور بتصير فوضى يعني، هب ودبة أي شيء حك الله. لذلك الجهات تعمل قوانين وأنظمة وأسس هي من في نهاية تنصب المصلحة العامة. في مثل عماني يقول: غير رضا ناس غاية لا تدرك، بمعنى أن كل إنسان يريد يحقق شيء وكل إنسان يحاول، لا لا، لكن في أسس وفي معايير وفي أنظمة يجب اتباعها. هذه الأنظمة هي تنصب بمصلحة العامة، مصلحة الشعب، مصلحة البلد، مصلحة الأمة، مصلحة العالم. لذلك مهم جدا. فذلك
عندما توجهنا الولايات المتحدة الأمريكية، نحن هناك 6 سنوات منذ توجهنا، عندما بدأنا نلاحظ، عندما نأخذ مرحلة خطوة من خطوة إلى خطوة أعلى، بدأنا نقول نحن نتسلق جبال الحياة اللانهائية من جبل أعلى قمة إلى جبل قمة أعلى. يعني بمعنى تلك القمة يعني حققت النجاح في شيء معين، وتقول إنني سعيد وإنني أسعد إنسان، حققت النجاح. لكن في اليوم التالي أو بعد فترة وجيزة تبدأ تقول أوف، في جبل أعلى، يا أريد أن أتسلق تلك الجبل. لذلك لا نهاية من النجاح. نجاحك يتوقف في سببين فقط. واحد طبعا فراغ يعني الموت، واحد، والثاني عندما بنفسك تقرر ذلك، عندما تعلن الفشل. بينما ما في شيء اسمه فشل، أنت بنفسك أعلنت الفشل. لذلك ارتأينا بأن فعلا كل إنسان لديه الطموح، لديه قوة الإرادة، لديه المثابرة، يجب يكون متحمل ومستحمل، ويجب أن يكون إيجابية. وسنعمل حلقة أخرى في هذا الشأن عن البروتون والإلكترونات، عن الذرة يعني، بس عشان هذه الحلقة تختص بهذا الموضوع. لذلك على مثال الشخص الذي يريد يتسلق أعلى جبال على الكرة الأرضية، وهي جبال الهيمالايا، أليس كذلك؟ إذن هذا الشخص إذا تسأله سيقول لك أنني خلاص وصلت. بتقول لا، أنت ما وصلت، أنت بعدك، أنت في أسفل الجبل، أنت بعدك هنا، بعد حتى ما وصلت إلى أسفل الجبل، ولا وصلت حتى بداية تسلق الجبل، فكيف ستستطيع أنك توصل تلك أعلى جبل في العالم، أعلى ارتفاع؟ ما هذا مثال يعني، لا عليه الحصر. فهذا الشخص الذي عنده قوة الإرادة والعزيمة والمثابرة، هو أنت وأنت مشاهد، يجب تكون لديك قوة الإرادة. فهذا الشخص سترى وسترينه إيجابيا، متفائلة، متفاعلة، متشجعا، متحفزا. إذن متفائلا ومتفاعلا، متشجعا ومتحفزا، لديه قوة التحفيزية، لديه قوة التشجيعية، لديه قوة التأمل، ولديه قوة التفاعل. لذلك يقول لك أنا وصلت، أنا وصلت، بمعنى روحي وصل، روحي تقدم. هذا طبعا استعارة مكنية، ما في شيء اسمه روحي تقدم ينفصل عن الجسد، هذه استعارة، هي الإرادة، قوة الإرادة. خلاص هو قاعد يشوفها أن أنا خلاص وصلت، أنا هناك. إذن روحه تقدم ووصل إلى القمة، وقاعد يشوف أن أنا وصلت، وصلت، لكن الجسد عاد يتبع. لذلك الروح هو الأساس والجسد يتبع. هذا مهم ترى، هذه النظرية قوية جدا، الجسد والروح. فخلي روحك يتقدم وتكون إيجابية، متفائل، متفاعل، متشجع، متحفز، ولا تلوم حد، ولا تلقى اللوم على حد. تفشل أنت سبب، تنجح أنت الأساس، والمجتمع يقف بجانبك somehow، يعني بطريقة بأخرى ستجد من يقف بجانبك، ستجد من يدعمك، ستجد. إذن أنت تشكل الهرم، هرم الحياة. هذا الهرم إذا تشوف الأهرامات شكل مثلث، أليس كذلك؟ إذا أنت عشان توصل إلى قمة الهرم، إذا تحتاج، فكلما وصلت فهرمك، انظر إن أنت فرد، بدأت بواحد، بحيث أن تبني الهرم تحتاج إلى قاعدة أخرى، يعني حجرين عشان الحجر الثالث يكون في فوق، يكون فوق، ثم 3 أحجار ثم توصل فوق، ثم كذا، ثم توصل زيادة الأحجار. هذه الأحجار تمثل الذين يقفون بجانبك. فأنت بدأت شخصياً وحدك، لكن هناك من يوقف بجانبك يقول لك أنا دعمك معنوياً، أدعمك، وإذا دعمك مادياً طيب، لكن معنوياً هو الأهم شيء، معنوياً. ومن ثم يتجمع شخص آخر يقول لك أنا، وذلك آخر يقول لك أنا، وتبدأ بعد مراحل من الشخصيات القيادية يقفون بجانبك. إذا شخص قيادي قائد، لديه شخص 100 شخص يتبعه، لديه 1000 شخص يتبعه، لديه 1,000,000 شخص يتبعه، لديه 1,000,000,000 شخص يتبعه، فعندما يقول نعم أمنت بما تقول،
وأنا أقف معك وأشجعك. إذا ستجد من هؤلاء الذين يعني يؤمنون بهذا الشخص يقفون بجانبك. إذا حرمك قاعد يتوسع، فأنت قاعد توصل تطلع تطلع تطلع. هذا إذا معنى آخر. إذا هذه الحلقة مهمة جدا، يعني الحياة مدرسة لا نهاية لها. من العلم فكل يوم هناك علم جديد نتعلم ونتعلم ونتعلم. أنا ما كنا هنا في منزلي في شعور عجيب جدا، أتحدث من الروح، أتحدث من القلب، أتحدث بكل الحماسة، لأنه من هنا القصة بدأت، من هنا اكتشاف، من هنا كنت على فراغ الموت، يعني خلاص أودع بموت، راح أموت يعني يغماء وعلى موضوع ثاني قصة طويلة. لذلك عندما بدأت واكتشفت فعلا أن هذا الشخص نعم لابد أن أعود له إليه وأقول أشكرك يا سيدي، يا فلان، يا سعادة فلان، يا معالي فلان، أشكرك. نعم هذه جرعة هي التي قادتني أتوجه للولايات المتحدة الأمريكية، ليس مهاجرا بل من ساعيا مجاهدا ومجتهدا بطرق سلمية، مجتهدا سلميا. وهنا وصلنا، هذا ما من حيث وصلنا. لا احنا لا نعلن ما حققنا ما حققنا، الا نقول دائما مواصلين رحلة الحياتية، مواصلين تسلق هذه جبال الحياة اللانهائية. وكذا انت وانت المشاهد اخي واختي ناخذ بس جرعة من الماء الساخن، حقوى الماء الساخن. لذا هذه البروتوكولات تكون على النحو الآتي. نحن مرينا بهذه التجارب، مرينا بهذه البروتوكولات، والآن بدأنا نلاحظ. نحن وصلنا شوية في بعض قمة من الجبل، وليس بعد ما وصلنا بعيد، لكن وصلنا يعني تسلقنا ببعض من جموعات من الجبال. خلصنا الجبل الأول ثم رحنا لبعده أعلى ثم لثالث أعلى، ثم يعني بعدنا مواصلين هذه الرحلة الحياتية. لكن بدأنا نخرج من الدائرة المغلقة إلى ما يسمى دائرة الخارجية. الدائرة الخارجية كأنك تطير حول العالم وترى العالم بأسره، وترى إيش الصح والخطأ، وإيش كيف أمور تسير. استعارة مكنية، كأنك تطير وترى العالم تحتك. إيش شعورك تكون فوق الطائرة؟ تخيل لأنه تروي شوف صورة الفيديو اللي يعني اللي سفينة الفضائية مكوك فضائي أنا متن في الفضاء ويرون العالم، وتتتارى كأنك أنت في تلك المكوك الفضائية وترى العالم تحتك. إيش شعورك؟ هذا هو. فتشعر كأنك بهذا الوضع. عموما فذلك ارتعت بأن طيب خطوة الأولى نحن قمنا، طبعا تجاوزنا الإجراءات، لم نأخذ موافقة الجهات الرسمية الجهات الصحية، لأن قلنا إن ما نفعك ما راح يضرك، أليس كذلك؟ إن ما نفعك ما يروح يضرك. إذا قالوا لي أنت مخالف، إذا وقف الناس يشربوا الشاي والمشروبات الساخنة، أليس كذلك؟ فإحنا قلنا إذا نحن في طريق سليم، طريق سليم، إذا نوزع. بس قبل ما نوزع إحنا نجرب. أنا أول مجرب، وكنت عايش بأمراض مستعصية بتقارير طبية، أربع أمراض مستعصية وطيح، ولا خلاص على خلاص قاعد أودع، يعني كأن بموت 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 ثلاث مرات أرى الموت أمامي. وبالتالي لما بدأت هذا بتجربة في المطبخ هنا تجربة بارد وساخن، ومهم هذا موضوع آخر. وبالتالي لما توصلت لهذا وأمنت وطبقت، ومن ثم أصبحت خاليا بخلو بالكامل من جميع الأمراض المستعصية وحتى الالتهابات المسمية وما شابه ذلك، فبتقرير اللجنة الطبية أعطتني هذه الشهادة موجودة ونحن نشرناها. هذا كان بداية الرحلة، بدأنا ننشر الخبر. إذن بسببين، سبب واحد نحن انتفعنا وطموحنا منذ الطفولة، والسبب الثاني بأن إن ما نفعك ما راح يضرك. إذا إيش بترفع لي قضية؟ بتروح تشتكي لي على الجهات الصحية إن أنا عملت نفسي طبيب، وأنا ذاك الوقت حتى ما يعني بعدني يعني أدوب مهندس في وزارة خدمية يعني،
مهندس وتلك الوظيفة، وبعدين صرت مدير الشؤون الإدارية والعلاقات العامة، ثم خبير فني مكتب وكيل الوزارة. لكن ذاك الوقت ما كان في موضوع متقارب بما أنا أقوم به حاليا. إذا رحلة جديدة وتعلم، ويبدو لابد. لذلك قلت الحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فكل يوم هناك علم جديد نتعلم ونتعلم ونتعلم. لذلك هذه الخطوة الأولى. طيب الخطوة التالية، بحمد الله تعالى ما نحن مواصلين الحملة الكفاح السلمي. شوف قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وأصبر، لا تستعجل يا بشر، وأصبر. شوف الله، وأصبر فإن الله لا يضيع أجرك، لا يضيع أجر المحسنين. فواصل كفاحك، واصل ولا تيأس ولا تلوم، واصل فالله معك، والله يحب المتوكلين. على نيتكم ترزقون، فإذا عزمتم توكل على الله، فإن الله يحبك، إن الله يحبك، إن الله يحب المتوكلين. يا الله، إذا واصل. لذا نحن الحمد لله واصلنا. إذا يعني رحلة إلى أمريكا هو استثمار في العلم. بدل ما كنت أول تاجر محلات، عندي محلات مختلفة واشتري وبيع سيارات وعقارات وما شابه، قلت لا 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 لا، أنا كله صداع. أنا إنسان أحب العلم وأحب الأبحاث، خليه استثمر، بيع بعض الأملاك وروح أمريكا واستثمر في العلم. الاستثمار في العلم، لا تجلس تنتظر قول الحكومة وأعطوني وما أعرف إيش وساعدوني. يا أخي أنت الحكومة رسمت أسس والسياسة والجرأات والتسهيلات، بتروح تثقل على الحكومة يا أخي الله يهديك. لا، أنا قلت لا 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 لا، خلي يعني الحمد لله الله تعالى رزقنا بكم من بيستين، نسميه بيستين يعني بالعماني ريال عندنا، وعندنا البيزة ريال واحد يسوي 1000 بيزة، عندي بيستين يعني بمعنى بيستين. أروح على أمريكا واستثمر في العلم وغلق كل المحلات والنشاطات التجارية الموجودة عندي، والفلوس موجودة عندي وأشيلهم أمريكا. مهم، وصلنا إلى مرحلة اللي بعدها. طبعا نحن ننشر هذا الخبر، بحمد الله تعالى يأتينا تعطينا شخصية علمية عالمة، بروفيسورة، دكتورة، ومديرة الأبحاث في إحدى أرقى جامعات في الجزائر. طبعا هي صرحت لنا نحن ننشر هذا الخبر تجربتها، فهي كانت تعاني من مشكلة، ونحن وصلنا بحيث أن ساعدنا وقفنا بجانب اللي هو يسموه الهيث كوتشينج او التدريب الصحي، ونتواصل معها في فتره شهور. هي الى حين ارتفع فيتامين د عندها من 9 الى 23 خلال شهور بسيطه من خلال هذه التجربه بفضل الله تعالى جل وعلا. هذه اذا فطلب منا ان تعمل ابحاث على طلابها، هي تدرس في تلك الجامعه طلاب ورقتي الدكتوراه والماجستير. قلت نعم، هذا فرصة نادرة بالنسبة لي، بس لا تنسي تذكر الحقوق الطبع المسجل كملكية فكرية. قلت نعم، نحن هذا شيء نحن لابد منه، هذا بروتوكول عندنا لابد، ما نسوي شيء إلا نستأذن، وما نسوي شيء إلا نذكر نعطي حق من وين مصادر هذه المعلومات. وفعلا عملت للطلاب ورقة الماجستير، وهي أستاذة جامعية تدرس وفي نفس الوقت مديرة الأبحاث، فعملت أبحاث والطلاب ورقة الماجستير. طبعا سنة تليها سنة، لأن السنة الأولى كانت في عام 2017 ونتائج كانت مذهلة، ثم انتقلت اللي بعده لما شفت نتائج إيجابية في أمراض مختلفة مثل أمراض القلب والمشاكل الالتهابات، وحتى مع فيروس المسبب للكورونا اللي هو آخر أبحاث معملية سريرية على الفئران. تتذكروا جميع الأبحاث تبدأ بالفئران بالحيوانات، وحدودا تحديدا الفئران، لأن الدي إن إيه اللي هو الحمض النووي الفئران 80% مقرب للبشر، نسبة 80%.
لذا أقرب مقرب للبشر هي تعتبر أفضل استخدام للمعامل المختبرية لإجراء أبحاث معملية. طلعت نتيجة إيجابية 2017، عملوا بحث آخر لمرض آخر 2018 لورقة دكتوراه للطلاب طلعت إيجابية، 19 إيجابية، و2020 إيجابية. وكل مرة تعمل ترسل لنا إياها، ترسلنا موجود نحن جمعنا أربعة لم ننشرها بعد، موجودة معنا أربعة. طبعا هذا قول خطوة إضافية، هذا نجاح، إذا تسلخنا جبال الذي أعلى. ونحن أثناء تواجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية ونتلقي هذه تدريبات متكررة، كون فتحنا مكتب عندما ذهبت لأمريكا كمستثمر وتحت منظومة اللي هي التجارة، التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية Free Trade Agreement، فتأشيرتي هي تأشيرة مستثمر وباحث. وبالتالي عندما فتحنا مكتبنا في مقر من أرقى أماكن الأبحاث يسمى فيرجينيا تيك لأبحاث المؤسسات، ورأيت أنتم بعض مقاطع الفيديو الموجودة في قناتنا، وتلقينا كثيرا من إرشادات ومن نصائح والاستشارات من متخصصين في مجالات مختلفة، وهذا ساعدنا ودانا إلى قفزة مجموعة من الجبال فبالتالي تغير الفكرة بالكامل. فعندما أتيت للسلطنة عمان في المفروض رحلة تكون 3 أشهر منذ بداية يناير، لكن الآن شوية يعني مددنا شوية المدة يمكن 2 أسبوع أو ربما شهر قبل عودة للمكتب هناك، مكتب الأبحاث حكوى ونس. سامحونا نأخذ جرعة من الماء ساخن. سبحان الله، حكوى ماء ساخن. بالتالي فهمنا أن فعلا الموضوع هذا يتطلب نحن نأخذ قطوة لبعدها. إذن المفروض طبعا هناك مذكرة تفاهم تم توقيع بالشراكة المناصفة بين حكوى ونس ومكتبنا، بين نحن وتلك الأكاديمية، طبعا لنا إعلان تلك الأكاديمية لإجراء بحث علمي ومعملية على البشر، ولم يتم 3 سنوات، ولكن يعطونا تقارير أسبوعين فترية يقول نحن وعدناكم وعد سننفذ سنجري هذه التجارب معملية على البشر. هذا اللي يعجبنا، قلنا هذا هو القائد الفعال والمثالية، القائد عندما يعطيك وعد ينفذ الوعد، هذا اللي تعلمنا في القيادة، تعطي وعد تنفذ ولا لا تعطي الوعد. ففعلا يعطونا تقارير مسمية وعلى رأس نائب رئيس الأبحاث طبعا تلك الجامعة تلك الكلية. لذلك وجدنا أن هذا أيضا هو منتظرين هذا بفضل تعالى بأن يتم يتحقق هذا، بمجرد أن إذا تحقق إيجابيا طبعا هو في الاتفاقية في المذكرة المناصفة للشراكة الأكاديمية بأن النتائج إذا ظهرت النتائج إيجابية على هؤلاء الأشخاص نتائج معملية وسريرية أبحاث سريرية ومعملية على البشر، احنا قلنا للفئران كمان 4 والآن في خطة بيعملوا 5 هداك بيعملوا على البشر. إذا تم بنجاح التجربة الأولية هم مباشرة طبعا هذا على نفقة الكلية انتقلوا مباشرة إلى النفقة الفيدرالية على مجموعة أكبر، إذا مشروع كبير ضخم، مشروع ضخم. وإذا طلعت النتائج إيش بيكون؟ مباشرة تتم إجراءات يكون في التنسيق مع مجموعة ربما طبعا يكون مع جهات أكاديميات أخرى ويرفع موضوع إلى مستوى الفيدرالية الحكومة الفيدرالية. شوف كيف أمريكا عندما تريد تحقق نجاح كيف النجاحات مزدحرة لدى كثيرين، شوف شركة مايكروسوفت والجوجل وأمازون وأوبر وفيسبوك هؤلاء حققوا نجاحات لأن النظام الفيدرالي يضخوا ميزانية ضخمة تعادل 17 تريليون دولار أمريكي فقط أبحاث والتنمية والإنماء يعني research and development. ذلك طبعا هذا يعتبر يعني موضوع لا نتقدم كثير، لكن هي الخطوات التي تشير إليه. طبعا إذا طلعت هذه النتائج معنا موضوع عالمي ومعترف عالميا تلقائيا طالما في موافقة واعتماد واعتراف من العلماء من الأكاديميين جهات أكاديمية ومن الحكومة الفيدرالية الأمريكية
إذا الموضوع أصبح عالمي، إذا أنت تدخل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن هذا الاكتشاف العلمي الطبي الجديد الذي يدخل في القرن 21. لذلك من هذا المنطلق موضوع تلقائيا يخضع مباشرة للموافقة واعتماد واعتراف من منظمة الصحة العالمية. يعني تخيلوا في ذلك الوقت أخوكم يذهب إلى منصة ويتلقى تلك الاعتراف، طبعا ما يكون طبعا مع تلك الجهات الأكاديمية التي قامت بإجراء أبحاث معملية وسريرية واعتراف. وطبعا ما بننسى أيضا تلك في الجزائر، لأن هم الذين بدأوا بالفئران، إذا بنطلب يكون فيه تنسيق، إذا تلك البروفيسورة وتلك الطلاب والذين قاموا بهذا الأبحاث في الجزائر، نسأل الله تعالى يوفقنا بأن هذا كمان كل الفريق متكامل إن شاء الله، أخونا إن شاء الله أمام منظمة الصحة العالمية المنصة. هناك لكل مشاهد لكل مستمع ليقول فخر لكل عمانية، فخر لكل خليجية، فخر لكل عربية، ونعمة للبشرية أجمع. لا نفتخر كعماني أو كخليجي أو عربي على الآخرين، لا أيضا نقول نعمة للبشرية أجمع، لننفع للأمة البشرية في هذا القرن 21 اللي هو نحن سميناه اللي هي الصناعة الخامسة، ثورة الصناعية الخامسة. الآن هي ثورة في الصحة، الإنسان يعيش وينعم بصحة شاملة كاملة، بحيث أن معترف الولايات المتحدة الأمريكية الطب الأوستيوباثي مبادي، الطب الأوستيوباثي من حيث من واحدة من مبادي جسم الإنسان قادر له المقدرة الكاملة في الشفاء الذاتية، الصيانة الذاتية، الوقاية الذاتية. إذا كل هذه المنظومة متكاملة معترفة من الكونغرس الأمريكي، معترف من الحكومة الأمريكية، معترف من إذا المستوى العالم، إذا هذا معترف. الذي نحن توصلنا إليه هو اللي يمثل منظومة تتعلق بالطبيعة، بتعلق بالوقود التي يعتمد عليه هذا الهيكل هو جسم الإنسان، بحيث تكملة مبادئ، بحيث هذه المبادئ تسقط وتنهار. هي مبادئ إيش؟ طب الأوستيوباثي تفشل، يعني جسم الإنسان يفقد مقدرته في الصيانة الذاتية، الشفاء الذاتي، الوقاية الذاتية. لذلك إذا الشفاء الذاتي، إذا لأن الجسم يحتاج إلى وقود، ونحن اكتشفنا هذه الوقود وفقا لمعايير دقيقة، برنامج دقيقة، وأساليب صحية وعلاجية مختلفة. لذا تناول ماء ساخن اللي هو الحكوباثي، تقول منظومة متكاملة اللي هو الحكوباثي، حكوا ريفايتالايز ثيرابي حكوباثيك ميديسين، الذي نحن أسسناه ومسجلة في مكتبة الكونغرس الأمريكي في دالة لدى حكومة الأمريكية مسمى USPTO United States Patent and Trademark Office، مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والاختراعات الملكيات الفكرية، ونحن مسجل هناك الحمد لله هذا هذا الاعتراف العلمي الحمد لله رب العالمين. لذلك هي سلسلة خطوات. لذلك نحن نشكر الجهات الرسمية في بلدنا الغالي التي أشارت أن نجلب موافقة من هناك. نحن ما نريد نثقل عليهم، نقول أعطونا، طيب أنتم عندكم الإمكانيات المادية، أنتم عندكم الكذا، عندكم الشجعوا أعطونا الفلوس عشان، لا 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 لا، نحن نريد نثقل، نحن نريد نضيف لمسة، نكون مساهمين. الحكومة وضعت خطة، وضعت سياسة، عمرت البلد، عمل ما شاء الله كل التنمية متكاملة متكاملة. إذن التنمية ودراسات ورسلت بالخارج للدراسات، يعني في كل مجالات مختلفة الحكومة لم تبخل. إذن على المواطن لا يزيد الثقل على الحكومة، بل يكون مساهما بأن يضيف لمسة وهو مساهما، بدل ما يأخذ، لا بدل ما تأخذ أعطي قدم. هذه مبادرتنا، نشكر الله تعالى، نشكركم جميعا. أول شكر الله تعالى جل وعلا الذي أنعمنا وهبنا بهذه النعمة الربانية، بهذا العلم الذي أتى من حيث نحن ليس ملمين عن كل شيء، أي شيء عن الطب، عن الصحة البشرية وعن شيء. لكن أيضا لا ننسى تشجيعكم ووقوفكم، كل من وقف بجانبنا بما في كل مشاهد، نتذكر ونعيد في ذاكرة الماضي وقوفكم معنا جرعة بالنسبة لنا عما توصلنا إليه من هذا التحقيق. وبفضل الله تعالى والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته. بس أرجوكم